قبل 20 عاما أنشئ هذا المبنى الطبي الضخم المكون من 11 طابقا على مساحة 2200 متر مربع لينضم إلى منظومة الخدمات الصحية المكرسة لخدمة المواطنين، لكن لم يتخذ أي قرار حكومي حتى الآن بشأن افتتاحه أو تخصيصه في مجال طبي معين، ما جعله جسدا بلا روح طيلة هذه السنوات. وعلى مسافة غير بعيدة منه يقف هذا الصرح القضائي القديم وقد كسر رماد جدرانه منذ أن أحرق عمدا قبل 7 سنوات في أحداث يناير 2011. إنها نماذج لبنايات حكومية مهجورة تمثل ثروة عقارية مهدرة لا يقل عن 350 مليار جنيه سنويا مهدرة بسبب تلك المباني المعطلة وبسبب عدم تجهيزها وعدم تشغيلها أو حتى عدم بيعها أو حتى عدم إزالتها إذا كانت مناطق خطرة في أدوار للسينمات المنتشرة في بعض المحافظات زي في منطقة الزقازيق في وسط المنطقة في دور سينما خطير إن هي بيتردد عليها المشبوهين وتجار المخدرات. وفي الوقت الذي تسابق الدولة الزمن لإنجاز مشروع المليون وحدة سكنية الذي تقدر تكلفته بنحو 10 مليارات دولار لسد النقص في المباني السكنية في البلاد، لا يزال هذا التجمع السكني بحي إمبابة الشهير خاويا على عروشه، تجمع يضم أكثر من 3000 وحدة سكنية واستغرق بناؤه سنوات عدة، لكن الحكومة لها مبرراتها في هذا الأمر. عملنا البيوت ما سكنهاش لغايه دلوقتي نطمنهم ان اي حد يتهدد له بيته زي ما قلنا من اول ما بدانا المشروع هو مخير بين 3 خيارات، اما ان هو يسكن في نفس المنطقه في الشقق اللي احنا هننفذها ونفذناها الحمد لله، واما ان هو ياخد تعويض مادي مقابل بيته اللي اتهد او ان هو ينتقل للسكن في احدى المدن الجديده، واحنا جاهزين بال3 عروض ان شاء الله، وعشان كده الوحدات ديت موجوده لغايه دلوقتي ما تمش اشغالها ولكنها ليست مهجوره. أما في ميدان الأوبرا الشهير بوسط القاهرة تتجسد جهود الدولة في مجال تطوير العقارات القديمة والخاوية، فقد بدأت مؤخرا أعمال ترميم دار سينما قديمة بعدما سكنتها الأشباح سنوات طويلة كغيرها من المباني المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. تمثل هذه البنايات المهجورة ثروة معطلة ولكل منها حكاية ساقتها إلى هذا المصير حتى باتت طي النسيان مع غياب الإرادة لإعادة إحيائها. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.